ان شاء الله يا رب يكون نال اعجاب الببليك اللي حاضر اليوم. الرحله دامت 5 سنوات من العمر، وان شاء الله نكونوا اوفياء للنساء هذوما، لانهم ما همش هينين وما همش نابورتكي وما همش نساء ينجم يتجاوزهم التاريخ. هذوما نساء هما التاريخ. انا حاولت ان نحييهم من جديد ولو بقسط بسيط، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله لكن لقيت اذاني ساغيه ان شاء الله. ديما انا متفائل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عمل ان شاء الله ان شاء الله، خاطر كما كنت نحكي توا الوثيقه الوحيده اللي تبقى هو الفيلم. ان شاء الله يتعمل فيلم ان شاء الله ان شاء الله النجم معناها ان شاء الله. لقيت جسات صغير سطوش هو سطوش اصفر وفيني في وحده بالساحه انا نعمل حاجه هوني سطوش في الكون شكون فيكم اللي جابتها هذه هوني؟ راني بعدها تحركت انا انا اول مره نشوفها. شكون هزهم لك؟ وين نعرف انا؟ وين خليك؟ اما اللي دخلت لي طويل انا باش نتوضا ونصلي خرجت نظرت فريده الكبيره والسطوج الصغيره. هم خافوا بالحق خافوا، معني خاطر كي تبني شخصيه فيرتوال تبنيها كيما تحب وتعمل الفانتازيا نتاعك كيما تحب وتسيتيرا، لكن كي تاخذ انت شخصيات حيه احنا رجعنا حتى للبس، كيفاش يلبسوا هذوما؟ كيفاش كانوا يلبسوا؟ الالوان الفصاله كل شيء، معني حبينا نكونوا اوفياء حتى للبسهم. الور كيفاش هما باش يتبناوا هالشخصيات هذيا وكيفاش باش يلعبوهم كيفاش باش يبثوا الروح وكيفاش وكيفاش، طبيعي انه يخافوا من الشخصيه. راني فاطمه النايفر من طلح من جبل بوهدمه مرت القايد محمد النايفر ومندراك وليا. ليش بيز احنا نقدموا القدام ولا نرجع بالطويل؟ لا احنا جرينا على الاستقلال باش نقدم مستعمره كهو ما زاد باش نراهم قيمتنا نساوين ونفك عقلهم. وليا سي تو ما تعرفش احنا شعانينا قبل. ذكرت اسامي كبيره في المسرحيه فعال بفرحه حشاد، صالح بن يوسف، بورقيبه في الزمن هذوك مليان كانوا معاهم. معناها هما في القيمه نتاع العباد هذيك معناها. وتوا كي تصوري انت هذاك يجي توا وما يعرفه حتى حد. وين ماشي؟ الاول 52 ما تخدمش نتكلم فيكم. بالله برا مشي يا العباد. برا مشي تلقاش خدمه خدمها برا. شي يهمك فينا نحن وشي اللي نعمل. سنيك نحن وشي تعمل هنا. نلعب في الغميزه. انا هنا في المطار. هات باسبوراتكم. ما عنديش باسبور ما عندي. انا ربشت على النساء اللي هزت السلاح، مش المناضلات الكل، مش الفرمليه مثلا، انا اللي هزوا السلاح، اللي هزوا السلاح اللي لقيتهم حسب الوثائق اللي نجمت نلقاهم، معناها 8 كتب فقط، 16 امراه. واللي يعرف امراه اخرى يعلمني ما يسالش، ما بعرف شيء. يا رمضان عملت من جماعه الازهر شرايتي. شنيا زاد انا شرايتي؟ اسم غني ارهابي جديد هذا، وش يعمل في الدنيا شرايك؟ راجل صندين من عرس الهمام، مولود في باطن العيش جبل العرباط، وقف في بلاد من المستعمر لا خلاص كذبوا عليه وظلموه وعدموه بالكرتوش ونطول نعرفوا عليه وين مدفون. مستعمر مصطلح قاعد نسمع فيه، تقصد اللي يحكم في البلاد هم المستعمرة؟ لا ثم غيرهم هم عرفتاش طال اظهر شرايطي. حتى نعرفك انت قتل شرايطي، ذكرني باسمك. اسمك وسنك ومكان الولادة وتاريخها. كعر ماني قلتهم. عاود من فضلك. هو دوري يختلف عن عدد الادوار اللي خدمتهم، هو ديما انا نخدم الجانب الكوميدي، لكن في التجربه هذه
نبعدوا على التهريج وعلى لانه موضوع مهم برشا. وهو شخصيه الديواني انه تونسي مواطن يحب بلاده، يلتقي بشخصيات ما يعرفهمش، هو بيدو ما يعرفش التاريخ، لانه هو كما اي مواطن معناتها هذاك اللي قرا في المدارس كما يحكي هو ما قراش على التاريخ، ان المناضلات اللي نساهم التاريخ دونك يدخل في الصدام معاهم. بعد وقت هو يتشبع بالحكايات وبدي بعد يثور، بعد يقولوا وحدث ثورة الحرية وحدث الحوض المنجمي، وبعد في الاخر تقول مش تمشوا البلاد غير تونس، حتى هو وطني للنخاع معناتها. وكالصدام هذاك الطريف هو ما هو الا لعبه فنيه في مسرحيه معناتها اخراجيه تحكي على لقاء معناتها مناظره هذوما في مطار، وهو خدمته كديواني معناتها كيفاش اللقاء هذاك معناتها اكتشاف لشخصيات معناتها ساهم التاريخ. قالوا لنا وينها البلد؟ وينها لالا شنينه؟ ما بيتو كان طلعوها في الباكا وهزوها للمحافظه. ثلاثة ولا هما أربعة أيام ما نعرفوا عليها حتى شيء. امرأة محافظة عمرها 68 سنة. يا شوالنا البلد ما ترف دم لوني ونزيف بلوتك. اش عملوا لها؟ امرأة شوها ثلاثة ولا هما أربعة أيام. ماتت اللي صار علينا يدورة طب تكتب المشافات. أما وين؟ ما لقينا علاش هيشة بقى البلاد. مش ننسى اللي صار عليا واللي صار في عائلتي. بلادي اللي كانت فيها وتليت. شكون ينكر وقفة لامين بيه للمستعمر؟ الراجل خبى مناضلين نساو رجال في دارهم. بناتو وقفوا ضد المستعمر تبلوها. أول حاجة هو التاريخ. انك تبرمج بالتاريخ صعيب قبل الجمهور وقبل انا كممثله باش نادي شخصيه ذكيه بتلامين باي. كما قلت انا قبيله انه التاريخ مش سهل باش تبرمج، وخاصه تبرمج في تاريخ مش مكتوب ناسينه اللي قريناه اللي تعلمناه اللي شفناه. وكما نعاود نقول انه حتى كي قرينا ديما القلم الرجل هو اللي مكتوب بكاتب التاريخ، ولذا اكيد باش تكون تجربه صعيبه مش سهله انك باش تدخل تقمن الشخصيه، ومش اي شخصيه انك تنقل في الواقع، تنقل في شخصيه واقعيه موجوده. اكيد ينجم يكون حفيدها يتفرج فيا، ماهيش سهله انك باش تبحث في ابعاد شخصيه سواء على بعد فيزيولوجي ولا نفسي ولا اجتماعي، مش سهل، صعيب برشا. ثلاثه حكيمات، الحكيمه توحيده بشيخ، الحكيمه بدره بالمصطفى، والحكيمه حسيبه غلايه. سهله احنا ما قريناش، اما الدنيا قراتنا وشيعة علمتنا خلتنا نكون سيوده وخدمنا البلاد. خرجنا من الشارع، عيطنا في المظاهرات، وقفنا للبلاد وطردنا من المستعمر. بالله شكون قادها ثوره التحرير؟ اخي مش مساوينا. شكون شاف لك بيه ولا شكون استعرف لك؟ ولا قول شكون مازال يتذكر اصلا؟ طلعت الفيل. واحد يسبق اهو. حكاية كبيرة وحكاية جميلة، حكاية تهزنا العالم ما قريناهوش وما نعرفوهوش. أول ما خذيت النص تخضيت كي قريت، وبعد قلت حرام احنا ما نعرفوش شخصيات كيما هذا. في نفس الوقت فهمت عليه المرأة التونسية مميزة في العالم العربي، على خاطر تاريخ المرأة التونسية تاريخ عظيم جدا. يا نندرا يا نندرا يا ولدي وحدي ولا 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 مشانا غريك الروم من غيرك يا حبلي لحيد من غيرك يا حبلي لحيد. شكون السبب في غياب صورة المرأة التونسية وتاريخها ونضالها واللي عملته في تونس وعلى خاطر تونس؟ أما نجم نقوله حاليا سياسة الدولة، المفروض نوعية الأعمال هذه راوها في مسلسلات، راوها في أفلام، راوها في دوكومنتير. اللي ما عندوش مستوى تعليمي وثقافي من الشعب التونسي يعرف التاريخ، تاريخ القاهرة أكثر من تاريخ تونس بحكم مسلسلاتهم وأفلامهم. هذه نقطة استفهام كبيرة، أن الدولة لازم تؤمن بالثقافة وشنو تنجم تعمل للثقافة للبلاد.